Thank <laughs> you. مساء الخير مشاهدينا ونرحب فيكم في هذه الحلقه من برنامج رايكم شباب اليوم راح يكون معاي زميلي عبد اللطيف ليوب على مدار ساعه كامله من الساعه 7 للساعه 8 مساك الله بالخير يا عبد اللطيف مساء الخير احمد <applause> معليش حسيت اني انا راح اكون اليوم ضيف معاك ماني مقدم ايه. برنامج على المقدمه هذه يعطيك العافيه ومساء الخير لك من قاعد تتابعنا اكيد على شاشه تلفزيون الراي اللي عنده مشوار وطالع برا البيت ما عليك الا تنزل ابلكيشن الراي تي في او عبر موقعنا راي تي في وتستمتع معنا اكيد خلال هذه الساعه صحيح عبد اللطيف ونبتدي هذه الحلقه بمناسبه جدا مهمه وهي ذكرى تولي صاحب سمو امير البلاد الشيخ صباح احمد الجابر الصباح مقاليد حكم ومرور 12 عام ذكرى عزيزه علينا اكيد ونستذكر من خلالها انجازات بمختلف المجالات وقرارات حكيمه حافظت على امن وامان هذا البلد اكيد اللهم امين عسى ربي يحفظ لنا امير الانسانيه ولي عهده يا رب العالمين ويطول بعمرهم وبهذه المناسبه مرور 12 عام اكيد راح نشوف فلاش خاص لصاحب السمو امير الانسانيه وبعدها نرجع للستيديو يستذكر الكويتيون اليوم لحظات تاريخية مرت بها الكويت قبل 12 عشرة عاما حين وقف سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تحت قبة البرلمان ليؤدي اليمين الدستورية أميرا للكويت إذانا ببدء مسيرة جديدة من العمل والعطاء واستكمالا لما بداه أسلافه من حكام الكويت ففي التاسع والعشرين من يناير عام 2006 أدى سمو الشيخ صباح الأحمد في مجلس الأمة اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت والحاكم الخامس عشر لها إذانا ببدء مسيرة جديدة من العمل والعطاء وسط تأييد شعبي ورسمي كبير وإجماع السلطتين التشريعية والتنفيذية وتزخر سيرة سمو الأمير بتاريخ حافل من العمل السياسي والإنساني على مدى عقود ومنذ تولي سمو الشيخ صباح الاحمد الصباح مقاليد الحكم على مدى اثنتي عشره عاما شهدت البلاد نهضه تنمويه شامله مرتكزه على مجموعه من المشاريع الضخمه وطفره كبيره على مستوى البنيه التحتيه في شتى المجالات الاجتماعيه والعمرانيه والاقتصاديه ونفذت الحكومه الكويتيه تحت قياده سموه ووفقا لتوجيهاته الساميه العديد من المشاريع العملاقه التي ترتبط بمختلف القطاعات الخدميه في البلاد اضافه الى رؤيه شامله وعميقه للتنميه في الكويت تطول مختلف قطاعات الدوله وعلى راسها القطاع الاقتصادي فقام سموه بتشجيع القطاع الخاص وفتح فرص العمل الحر امام الشباب الذين يضعهم سموه في مقدمه اهتماماته ورعايته من خلال دعم المشروعات الصغيره واستنادا الى تصور سموه لرؤيه البلاد مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار، اعلنت الحكومه الكويتيه في يناير 2017 عن الخطه التنمويه الواعده كويت 2035 التي تستند على مجموعه من الركائز والمشاريع الضخمه. وكان لسموه دورا كبيرا في الحرص على بناء المجتمع الكويتي من الداخل. والحفاظ على وحدته وتماسكه في ظل الاخطار والتقلبات التي تعصف بالمنطقه من حين لاخر. كما ان جهود سموه وعمله الدؤوب في تعزيز الوحده العربيه كثيره على مدى التاريخ. كما نستذكر هنا جهوده وحرصه ومساعيه الدبلوماسيه على وحده الصف الخليجي والمحافظه على البيت الخليجي. اضافه ان الكويت تبوات نتيجه لسياسات سمو امير البلاد ورؤيته الحكيمه القائمه على تولي زمام المبادرات في العمل الخيري الانساني مركزا مرموقا بين دول العالم خلال السنوات الماضيه استحقت تكريم الامم المتحده لسمو امير البلاد بتسميه سموه قائدا للعمل الانساني ودوله الكويت مركزا للعمل الانساني والله والله لا يغير علينا والله يحفظك يا صباح الإنسانية والخير أكيد ويديم علينا الأمن والأمان يا رب العالمين يا أحمد صحيح يمكن شفنا من خلال هذا الفلاش عبد اللطيف بأن يعني 12 سنة مرت و12 سنة من الإنجازات والقرارات الحكيمة والسديدة اللي ساهمت أكيد في يمكن تطرقنا لهذا الموضوع قبل شوي الأمن والأمان الولاء والانتماء لهذا الوطن وسمع والطاعة لسمو الأمير نحن فخورين دائما بأن نقول بأن هذا البلد بلد الإنسانية وأميرها أمير الإنسانية الكل يشهد بالمواقف اللي صارت بالفترة اللي فاتت على الحكمة وعلى يعني خلينا نقول المحافظة على الوحدة الوطنية في الكويت وخارجها والله يديم هذا الشعور لدى كل مواطن ولدى كل مقيم عايش على هذه البلد الحبيب اللهم آمين فيه. يا رب أما الآن مشاهدينا نطلع معاكم هذا الفيديو هداء من الشيخ دعيج الصباح بهذه المناسبة وبعدها نرجع لكم صباح, 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 صباح خير صباح خير وطلتها كلها خير, خير. يضفي علينا في جميع الليالي الله يعزه في مساعيه ونصير أكبر شعوب الأرض قدر ومعالي الله يديم حب من غير تكسير يبقيه تاج فوق روس الجبال طوع كبير وكل ما يامر كبير رمز الكويت في كل وقت ومجالي هبة سموك غير وانت بعد غير صباح لحمة لا حصل به جدالي نور الكويت وقايد للطوابير وراس البلد عيونها والإطلال يعني بهذه الكلمات مشاهدينا دائما نقول بان في بعض المشاعر والاحاسيس تكون بداخلنا صعب ان احنا نشرحها ونوصفها بطريقه لكن على قولتهم الله يشهد داخل كل انسان بحب وانتماء لهذا الوطن. ننتقل الحين معاكم اكيد لضيوف حلقتنا راح يكونون معنا في البدايه راح نسلط الضوء على المنتدى الشباب العربي بينطلق من دوله الكويت مع نوف فليطح من وزاره الدوله لشؤون الشباب. اكيد وحول تغيير مشاهير السوشيال ميديا توجههم الشخصي وايضا مفهوم السوشيال ميديا عند البعض اليوم راح نتعرف اكثر على هذا الموضوع مع ضيفنا في الاستديو وليد الصقعوبي صحيح اليوم يمكن هي موازنه بين خلينا نقول المواضيع المهمه اللي تخص الشباب العربي ووزاره الدوله لشؤون الشباب وبعدها ننتقل يمكن الى موضوع شائع كان اشوفه صار بالفتره اللي فاتت بين مؤيد ومعارض لطريقه التسويق في وسائل التواصل الاجتماعي بوجود بعض الشخصيات وتسعيراتهم يمكن نشوف بان البعض يسولف دائما يقول لنا شلون فلان ياخذ هذا المبلغ صحيح. والشخص الاخر ممكن يقول لا بالعكس من حقه ياخذ المبلغ فهي التفاصيل واكتشفنا بالفتره اللي فاتت بانه صار في مختصين بهذا المجال ويكلمك بطريقه يعني خلينا نقول طريقه بزنس بطريقه اداريه بحيث انه يشرح لك سبب كل خطوه قاعد تصير في السوشيال ميديا فاحنا ان شاء الله اليوم بضيوفنا يعني راح نستمتع مع احمد على هذا الموضوع يمكن امس مع زميل زميلتيني كان في دراسه عالميه ذكرناها في البرنامج ان البعض قام شوي تغير وجهه نظره في مفهوم السوشيال ميديا ما قام يوثق في بعض الاخبار الموجوده صحيح. والبعض الاكثر نسبه 64% قالوا انه لازم يحطون بعض القوانين صح. في السوشيال ميديا في اي يعني مواقع سواء انستغرام سناب شات فيسبوك اي يعني جهه معينه في السوشيال ميديا ممكن يحطون قوانين صح. للاخبار الكاذبه وايضا قاموا يروحون 13% زادت هذه السنه عن العام الماضي رجعوا الى الاعلام التقليدي اللي هو التلفزيون صح. والصحيفه اكيد ممكن راح نرجع على يمكن هذه الاحصائيه ذكرتها مع ضيفنا بدا بهذا الموضوع لكن مشاهدينا مع الفقره الاسبوعيه للاستاذه مريم عبد الصمد وكيفيه الاهتمام بالاطفال ذوي الاعاقه نشوف هذا التقرير ونرجع لكم بعد الفاصل شلون ممكن اتعامل مع الاطفال او الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصه المعاق او الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصه هو جزء لا يتجزا من اي مجتمع ممكن نشوفه بالشارع ممكن يكون من اهلنا ممكن من عيالنا ممكن من قرايبنا اصدقائنا اي شخص ممكن يكون نعرفه من ذوي الاحتياجات الخاصه نتعامل معاهم شلون هذا فن ممكن نتعامل فيه لا اسلوب ولا طريقه ممكن نتعامل مع الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصه اول شغله لازم احطها باعتباري ان لا نتعامل معهم من باب الشفقه او من باب ان حرام مسكين ترى الطفل او الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصه ما يحب بتاتا اي شخص يتعامل معه من هالمنطلق ولا يحب ان الشخص يحس حتى الاحساس هذا ان لا الشخص اللي قاعد يتعامل معي قاعد يتعامل معي بداعي الشفقه او داعي الاحتياج ان انا احتاج له لا تتعاملون معه بهالنظره ثاني شغله لازم ما اقدم المساعده للشخص من ذوي الاحتياجات الخاصه الا اذا هو طلب مني المساعده لا ابادر بتقديم المساعده ولا أعطيه المساعدة بشكل مفاجئ إلا إذا هو طلب مني المساعدة شغلة ثانية لازم أنتبه لها اتجنب الحديث مع الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة واتجنب السؤال هذا شنو سبب اعاقتك ترى السؤال هذا جدا غير مناسب ان اسأل الشخص شنو سبب إعاقتك أو شنو السبب اللي اللي وصلت فيها للإعاقة هذه أو اللي تسببت لك بالإعاقة هذه، شغلة ثانية لازم أتحلى بالصبر لما أتعامل مع الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، في مرادفات ومصطلحات لازم أتجنب أستخدمها مع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما يصير أنادي الشخص أقول له مثلاً أصمخ أو أعمى أو ما يشوف. أو أخرس في بدائل أقدر أستخدمها، بدل ما أقول أخرس، الشخص هذا أخرس، لا أقول عنده صعوبة بالنطق، أو صعوبة في السمع، بدل ما أقول أن الشخص هذا أصمخ، أقول له الشخص هذا أصم، بدل ما أقول الشخص هذا عمي ما يشوف، أقول عنه كفيف. فالمصطلحات هذه أقدر أستبدلها وأستخدم مصطلحات أنسب وتكون بنفس الوقت ما تجرح الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة لما أتكلم مع شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة فئة الإعاقة السمعية إذا كان عنده بقايا سمعية خفيفة أو حتى لو كان أصم بشكل كامل لازم احب الاعتبار انا اتكلم معاه شوي شوي بحيث ان الطفل او الشخص هذا ترى صح ما قاعد يسمعني او ما قاعد يفهم انا شنو قاعد اقوله بس ترى هو قاعد يحاول يقرا لغه الشفاه عشان كذي احاول لما اتكلم مع الشخص الاصم او ضعيف السمع احاول ان تكون مصطلحاتي او كلامي بشكل بطيء عشان يقدر يقرا الكلمات من عن طريق الشفاه لازم ايضا اذا ما قدرت تتواصل مع الاصم اقدر اتكلم معاه كتابيا اي كلمة عارفة اوصلها للشخص الاصم ممكن استخدم الورقة والقلم واكتب له الكلمة باكثر من لغة بأكثر من لهجة ممكن استخدم مع اللغة العربية، اللهجة الكويتية، وهو أكيد راح يفهم أنا ايش قاعد أحاول أوصل له من معلومات، شغلة ثانية آه لازم لما أتعامل مع الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أتكلم معاه بنبرة طبيعية جدا، لا أتكلم معاه بنبرة عالية بحيث إنه لا هو ما راح يفهم، ترى الفهم ما شغل بتاتا بنبرة الصوت. <applause> منتدى الشباب العربي لطلبة الجامعات والمدارس التي تطلقه وزارة الدولة لشؤون الشباب تفاصيل عن أهمية هذا المنتدى وتفاصيل كثيرة سنتعرف راح نتعرف عليها مع ضيفتنا في الاستديو نوف فليطيح رئيس قسم الأنشطة الطلابية والجامعية في وزارة الدولة لشؤون الشباب حياك الله الله يحييك حياك الله زميلتنا وصديقتنا نوف فليطيح دائما ما شاء الله عليك يمكن تكلمنا قبل هواء عن الإنجازات اللي تقدمونها في وزارة الشباب لكن في البداية يمكن نتعرف على فكرة المنتدى بشكل مفصل تشرفت بهذه الاستضافة بالبداية وحابة استغل الفرصة أن أنا أرفع أسماء تبريكات التهاني لحضرة صاحب السمو أمير البلاد لذكرى 12 تولي تقاليد الحكم 12 سنة من العطاء والحكمة والأمن والاستقرار عسى الله يديم لنا إن شاء الله ويطول بعمرنا آمين أكيد نعرف عن المنتدى وهذه المبادرة تحديدا بالبداية منتدى الشباب العربي اللي لطلبة الجامعات والمدارس راح ينطلق إن شاء الله من شهر اثنين من تاريخ خمسة ل 7 اثنين المنتدى هذا يشمل جميع الدول العربيه من 15 دوله مشاركه ومن ضمنها الوفد الكويتي. حلو. ممتاز، يعني لو نبي نتعرف اكثر عن الهدف من هذا المنتدى. بالبدايه احنا الهدف ان احنا نجمع اكبر تجمع عربي راح يكون ان احنا من خلاله راح نقعد, نقعد نسمع اراء الشباب من خلال ثلاث محاور احنا نبي نطلقها من هذا المنتدى. محور الوسطيه والانسانيه والحوار. ممتاز فاحنا نبي ناخذ نبي ناخذ نبي نستفسر عن نبي نسمع اراء الشباب من خلال هذا المنتدى حلو وبعدين النقطة الثانية احنا الشباب حلو ونبيهم يندمجون بال بالمنتدى حق نطلع حق التطلعات اللي احنا متوقعينها اللي تبون الله. توصلون لها ان شاء, إن شاء الله بهذا المنتدى حلو انكم تفكرون تجمعون الشباب بهذا المنتدى وتسمعون لهم وتاخذون بارائهم ويمكن يطبقون بعض الآراء اللي هم يقترحونها لكن إذا بتكلم عن آلية التنسيق واختيار المشاركين من الوطن العربي شنو الآلية تحديداً؟ آه الآلية من خلال وفود آه في وفود عربية وفي وفد الكويتي. ممتاز. بالبداية الوفد الكويتي وفد مؤهل مه. على أعلى معايير مه. أن إحنا آه خذينا وفد من جامعة الكويت والتطبيقي والجامعات الخاصة والثانوية والمدارس. حلو. الوفد تم تأهيله مم. خلال الاسبوع اللي طاف هذا حل. فالوفد الكويتي راح يكون مؤهل مم. على انه يدش هذا المنتدى. ممتاز وبالنسبه للدول العربيه المشاركه هل في آليه معينه اي الدول معهم؟ العربيه راح يكونون كلهم حاضرين ان شاء الله ومن مم. خلال المبادرات يقدمونها حل. مبادرات تعزز الوسطيه والحوار. مم. والانسانيه والانسانيه ممتاز نوف يمكن قبل نكمل محاورنا انا اعتذر آه غلطت في الاسم آه مع ضيفتنا اكيد نوف ليطح آه حياك من الله منورتنا ولكن دا الغلط طلع مني حبيت انه قدام المشاهدين مثل ما قلت غلط ان انا صحح لنفسي قدام المشاهدين ولكن نكمل محورنا اكيد ونتكلم عن موضوع آه يعني المحاور اللي راح تتطرقون لها في هذا المنتدى. اي من نفس ما تكلمت هي ثلاث محاور محور الوسطيه والانسانيه والحوار. بنركز <applause> على الوسطيه خلوك. من خلال الاعتدال ان احنا نبي شباب معتدل وسطي لا يكون متشدد ولا يكون منحل يكون وسطي الفكر النقطة الثانيه احنا نرسخ قيمه الحوار حلو بالنهايه حلو المجتمعات الحين تنقاس بمدى ثقافه حوارها صحيح كل ما شفنا المجتمع مثقف وحوار راقي نقدر نقول عن عن هذا المجتمع انه هو مجتمع راقي <applause> فعلا انه في الثقافة جدا مهمه عند المجتمع نفسه لانه مثل ما قلت اي الشخص لما يروح يمثل ديرته اكيد الناس راح يقيسونه على الثقافه اللي هو يملكها اللي يمثل فيها ديرته ومعلومات بشكل عام عن العالم يعني عدل. وبعدين بن نبي نتطرق للمحور الثالث اللي هو الانسانيه صح. طبعا احنا كدوله دوله الانسانيه أوكي. لازم ان احنا ننشر هذه القيم والمفاهيم حق الدول العربيه كلها والوفود الكويتيه ان شاء الله. ممتاز انا يعني قاعد اشوف المحاور واربطها بالشباب اتوقع فعلا يمكن هذه المحاور اللي الشباب محتاجين من يرشدهم ويسمع لهم من خلال المواضيع اللي ذكرتيها لكن الجهات القائمه على هذا المنتدى هل وزاره الدوله لشؤون الشباب ام في اكثر من جهه متعاونه بهذا المنتدى؟ لا في اكثر من جهه ونحب بعد نستغل الفرصه ان احنا نشكرهم على صدر. تعاونهم معنا أكيد. ووقفتهم اللي هم وزاره التربيه ووزاره الاوقاف والجامعات الخاصه والتطبيقي. ممتاز يمكن كلمه شكر لكل شخص قاعد يساعدكم في هذا الموضوع وكل شخص جهه حكوميه او خاصه قاعد تدعم الشباب والطاقه الشبابيه اللي عندنا في المجتمع للامانه، ولكن لو البعض المشاهدين الحين قاعد يتابعونا اكيد يسالون متى ووين راح يكون هذا المنتدى؟ المنتدى ان شاء الله راح يكون من 5 ل 7 2 فندق الرجنسي. على مده ثلاثة ايام من الساعه 5 للساعه 10 مساء ان شاء الله. ممتاز. راح نروح انا وياك؟ يلا تروح؟ ممكن إيه؟ دورنا؟ حياكم الله الله حيت. ان شاء الله، <applause> إذا بنتكلم عن الفعاليات المقامة في هذا المنتدى، عرفنا المحاور اللي راح تتكلمون عنها، لكن هل في فعاليات هل في بعض الأمور اللي حابة توضحينها للمشاهد؟ اي طبعا راح يكون في أكثر من فعالية، باليوم الأول احنا راح نتكلم عن محور محور حلو. يعني لما نتكلم على الوسطية راح تكون كل محاضرات بهذا اليوم تعزز قيم الوسطية ممتاز. باليوم الثاني الحوار مم. راح نتكلم كله عن الحوار وباليوم الثالث الإنسانية راح مم. نتكلم عن الإنسانية مم. راح يكون هالمنتدى مختلف شوي من نوعه شلون؟ أنه هو يعني كل المحاضرين اللي موجودين محاضراتهم تفاعلية ممتاز. يعني حلو. مو نفس المنتدى أي منتدى أنه يكون يعني محاضره او ورشه متلقي لا هالمره راح ينزلون المحاضرين حلو. للجمهور وراح يصير حلو. في ورش تفاعليه ومسابقات وابلكيشن ينزلونه يتفاعلون عشان نبي نمزج جميع الحضور يعني من دول عربية ونكسر الحاجز يعني نظري وعملي الموضوع نظري وعملي ممتاز يعني البعض يقول المخرجات المتوقعه من هذا المنتدى شنو راح تكون احنا احنا اللي حابين احنا نطلع نطلع ان نرسخ عندهم القيم الثلاثه مم. اللي ذكرناها اللي اكيد وبالنهاية نبي نطلع بمبادرات شبابيه مم. تفيد المجتمع ان شاء الله ان شاء الله باذن الله لكن يمكن يعني نوف أه الحين هذه المحاور وقلتي لنا عن الفعاليات وراح تصير في ورش عمل و نقول ادوات نقاشيه لجذب الشباب وابلكيشن كل هذه الافكار اللي جمعتوها عشان تطبقونها ان شاء الله في هذا المنتدى عفوا شلون فكرتوا فيها يعني هل خذيتوا باراء الشباب على سبيل المثال سويته مثلا بعض الـ يعني خلينا نقول يعني استبيان معين في الجامعات وعلى هذا الاساس طلعت بهالافكار ولا شلون تبيكم اي طبعا احنا بالبداية هذه الافكار اه وصلنا لها لاهميه الموضوع اهميه ان الواحد يكون وسطي معتدل حل. بالمجتمع خاصه بعد الظروف اللي مر صحيح. مر صحيح. فيها المجتمع بالفتره صحيح. الاخيره فمثل هذه المنتديات مثل هذه المنتديات مفروض انها تكون يعني حاليا هذا وقتها بالنسبه صح. لنا 100% صحيح صحيح يعني لو نوف تذكر لنا بعض الوفود المشاركين في هذا المنتدى ما نقول كلهم أيه. بعضهم وابرزهم احنا تقريبا 14 دوله عربيه مشاركه <applause> ما شاء الله ودول خليجيه جميع مشاركين ووفد من الكويت ممتاز أيه. يعني نوف يمكن قلتي جزئيه مهمه ان اليوم خلاص هذا وقتنا نتكلم بهذا المواضيع يمكن انا ابي يعني اضم صوتي لصوتك بانه خلاص ما عاد في مجال نحن نخش بعض الامور او نقول لا ما عندنا صحيح. هذه المشاكل طيب اليوم بالعكس الشاب يدري أنه في بعض المشاكل بعدم خلينا نقول الارتقاء في الحوار من البعض الوسطيه ما هي موجوده عند البعض على سبيل المثال فتطبيقها على ارض الواقع هل انتم ناطرين نتائج معينه ممكن تتحقق هل في منتدى مثلا اثنين وثلاثه واربعه الفتره الجايه يعني خلينا نقول ولا هو منتدى واحد وبعدها بتطلعون فكره ثانيه طبعا هو منتدى واحد لكن ان شاء الله ان نطلع اكثر من منتديات لكن بنهايه المنتدى احنا راح نرفع توصيات كامله ونحنا نمشي على هذه التوصيات ان شاء الله بعدين بالفتح الممتاز يمكن ذكرتي انك راح تعطوهم لي محاور انسانيه واجتماعيه تعتبر ثقافيه إيه؟ وايضا المحور الثالث لو تذكر لي اللي... الانسانيه انسانيه هذه المحاور يعني راينه في الشخصي ايش كثر مهم اليوم بان الشاب الكويتي خلينا نقول في مرحله العمر 18 سنه وما فوق يعني عقب ما يتخرج من المرحله الثانويه ايش كثر مهم انه هو تكون عنده هذه المحاور الاساسيه في حياته حيل مهم هالموضوع خاصة ان احنا مستهدفين فئة معينة اللي هي طلبة الجامعات والمدارس. استهدفنا هذه الفئة بالذات لانهم الحين هم قادة المجتمع صحيح ان شاء الله بالفترة القادمة. فكثر ما احنا نرسخ فيهم هذه القيم ونرسخ فيهم هذه المبادئ، كثر ما احنا خذينا مجتمع يعني واعي بالنهاية واعي فكرياً واعي أخلاقياً واعي حوارياً. صحيح. وهذا اللي احنا محتاجينه ان شاء الله بالفتره القادمه. اكيد ولكن في جزئين مهمه من يمكن خلينا نقول بعض المشاهدين اللي حبوا هذه الفكره لكن عندهم افكار حابين يقدمونها لكم على سبيل المثال، هل في طرق معينه ممكن يتواصلون مع وزاره الدوله لشؤون الشباب ويقترحون بعض الافكار، هل في طرق معينه عندكم؟ اي اكيد مم. طبعا احنا نرحب كوزاره الدوله لشؤون الشباب دائماً باراء الشباب ودائما وزاره الشباب فاتحه ابواب ابواب جميعا صحيح. ونحب ان احنا يعني نستقبل اي راي عندهم يفضلونه ولا يقدمونه لنا باي وقت إن شاء. وهذا دليل بان وزاره الشباب دائما انتم عندنا ضيوف في برنامج رايكم شباب وهذا مكانكم يعني بيتكم الثاني اكيد بحيث سلام. ننقل صوره وزاره شاب لي الشباب وش كثر دعمها للشباب بشكل عام في كل المجالات ولكن اليوم نبي منك نختم الحل يعني الحوار معك في هذه الفقره بكلمه او رساله توجهينها لكل شاب وبنت عندنا في المجتمع بالنهايه اول شيء اشكركم على الاستضافه ونبي نكون ان شاء الله ان احنا المنتدى هذا يوصل حق اهدافه إن شاء, الله إن, شاء الله. ان شاء الله وبالنهايه احنا نبي مجتمع مثقف واعي حضاري نفتخر فيه ان شاء الله اكيد ان شاء الله دائما فخر لنا كشباب وبالافكار اللي قاعد تقدمونها والمساهمه ببناء مجتمع او تطوير مجتمع بمختلف المجالات هذا بحد ذاته فخر لنا عساك على القوه ونورتي الله كل الشكر لك شنوف فليطح رئيس قسم الانشطه الطلابيه والجامعيه في وزاره الدوله لشؤون الشباب حل إن الواحد اذا غلط غلطه بسيطه يعدل الصح الغلط اللي هو غلط في حياته يمكن انا غلط في اسم ضيفتي اليوم ولكن انتم شنو غلطتوا في حياتكم لا تكابرون روحوا واعترفوا بالشيء اللي انتم وتقولونه ممكن يكون غلط فصححوا ترى الدنيا ما تسوون مكملين حلقتنا لكن فصل صغير مشاهدينا بهذه الفقره والفقره اللي بعدها اكيد راح نتكلم عن فكره السوشيال ميديا والتسويق في هذا المجال، كيفيه اختيار خلينا نقول المؤثر في وسائل التواصل الاجتماعي لعمليه التسويق، المسميات المتواجده اليوم في السوشيال ميديا، مدى صحتها، اختيار هذا المشهور لبراند معين هل قاعد يكون بالطريقه الصحيحه العالميه المعترف فيها ولا الموضوع قاعد يكون بشكل عشوائي؟ كل هذه التفاصيل والتفاصيل اكثر راح يكون معنا الناشط في وسائل التواصل الاجتماعي. وليد الصقابي، حياك الله الله يحييك يا رفيق حياك الله ومنورنا اكيد وليد يعني كونك متخصص في هذا المجال وفي السوشيال ميديا خصوصا نعم. وجهه نظرك شنو اكثر الاعلانات اللي ممكن تاثر على المتابعين شوف خلينا نفهم اول شيء اساسا اليوزر او المستهلك شلون تطور مع مرور الفتره في البدايه يمكن لو نرد بالسابق راح تلاقي ان المتلقي او المستهلك كان ما يجهل امور كثيره صحيح. ولكن مع التعلم والثقافه والتطور انفتح الموضوع مه. زياده وصار حلو. واعي على امور كثيره صحيح فعشان شيء انك تقنعه تجذبه آه، تاخذ شويه من انتباهه صعب مه. عشان تجذب انتباهه تحتاج امور كثيره مه. حلو آه، لو تشوف ايام الثمانينات اخر الثمانينات والتسعينات كان دائما الاعلان يكون دائما في الخصائص والمميزات حق منتج معين صحيح. شغله معينه مع الايام تختلف الموضوع هذا صار ان عشان يعني يصدق المعلومه يحتاج انك تلامس شيء في داخله فكل ما كانت الرساله سواء كانت عن طريق السوشيال ميديا عن طريق التلفزيون اي كان الاداه تحتاج انك تلامس شيء في داخله ذكرى قديمه حقه شيء يمارسه بالروتين هني ممكن تجذب انتباه الشخص هذا يعني اليوم عملية التسويق ما هي ثابتة دائما في تطور ودائما في طرق معينة لجذب المتلقي مثل ما ذكرت أكيد. وليد لكن يمكن عبد اللطيف في بداية الحلقة اعطانا بعض الاحصائيات لجهة معتمدة تقول بان نسبة الثقة في السوشيال ميديا بدات تتراجع، اتوقع السبب يمكن في في خلينا نقول الاخبار الكاذبة اللي قاعد تكون في وسائل التواصل الاجتماعي او في اسباب اخرى بوجهة نظرك خلينا نقول ناشط في هذا المجال ممكن توضح لنا اذا كنت تتفق مع النسبة اللي ذكرها. شوف الدراسة ممكن تكون يعني كبيرة. الدراسة هي دراسة علمية عشان اعطيك اياها 64%. مم. 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 حلو. أه لازم تعرف انه المتلقي او الشخص هذا اللي قاعد تستهدفه بالتواصل الاجتماعي هو شيء كبير هو بحر صار هو هذا الشخص؟ وشنو نوع الرساله اللي هو ما يصدقها؟ صح. ممكن تكون سياسيه هني شويه تكون صعبه صح. مع مرور الايام شويه فقدت في المصداقيه فيمكن واحد يمكن يرد الحين للصحف للتلفزيون لان شويه يمكن الموضوع السياسي والاقتصادي ما قام يتلقاها من اي واحد صح لان ساعات في ناس بس تبي الشهرة فممكن تعطي اخبار كاذبه اشاعات بس تبي تجذب انتباه الشخص هذا ولكن فعليا حين في مصداقيه لاشياء معينه بطرق معينه وان شاء الله يعني نتحاور فيها زياده اكيد هل هذا التاثير وليد اليوم مستمر في السوشيال ميديا ولا تراجع يمكن دراسه قالت ان البعض تراجع عن هذا الموضوع ولكن هل اليوم اصبح يمكن المجتمع واعي ومثقف بانه يعرف منه اللي فعلا راح ياثر فيه تاثير ايجابي او سلبي ويعرف اذا فعلا ما راح ياثر الموضوع انا مثل ما قلت لكم أنه عشان تجذبه صعب بس اذا جذبت انتباهه وقدرت توصل رساله بطريقه صحيحه راح تحصل يعني خلينا نقول ريزولت او نتايج وايد راح تبهرك <applause> وفي مثال تو صار قريب اللي هو رئيس الولايات المتحده ترامب حقق يعني الرئاسه عن طريق سوشيال ميديا وعن <applause> طريق تويتر هذه <applause> اداه اعلاميه جديده حديثه استخدمها بطريقه صحيحه بالنسبه لك خاطئه بالنسبه حق البعض ولكن وصل. وصل حق اللي هو يبي صحيح صحيح ولا <تصفيق> لا <تصفيق> ففي ناس للحين تقدر توصل لهم عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق الاعلانات بطريقه معينه تجد فيها انتباه. وليد يعني مجتمعنا صار واعي؟ اكيد واعي. العلم اللي حوالينا، التفتح اللي صار، يمكن الواحد قبل لما كان مثقف كان يحتاج انه يقرا كتاب. صحيح. صح ولا لا؟ اليوم عن طريق اليوتيوب تقدر تثقف عن طريق البرودكاست اللي يوصل لك بالتليفون. الاداه اللي توصل لك انك تاخذ فيها المعلومه صارت سهله وتجذبك بالطريقه اللي انت حابها تبي طيب تشوفها بالفيديو تبي طيب تشوفها تقراها انت حر صحيح لكن خلينا نتكلم شوي على جانب الشركات ناخذها من زاويه الشركات سواء الكبيره او المشاريع الصغيره توجهها دائما الى مشاهير السوشيال ميديا ويدفع مبلغ وقدره مم. هذه الاليه واختيار المشاهير في السوشيال ميديا هل اليه صحيحه انت تتفق معاها ولا الموضوع قاعد يكون بشكل عشوائي شوف انا ما اقدر اقول اتفق معاها او اكون ضدها لكن اقدر اقول لك الهدف من ان ليش الشركات الكبيره والصغيره تروح للمشاهير بالتواصل الاجتماعي. ممتاز. قبل في السابق عشان يوصل رساله معينه يحتاج انه يروح للجرايد، التلفزيون، الاعلانات اللي تكون بالشوارع صحيح. وهذه يمكن شويه ما فيها مرونه. ما فيها تعب، ما فيها جهد. بالعكس فيها جهد كبير لان شلون؟ لازم ادز في وقت معين، لازم التزم في اشياء معينه. بس جهد السوشيال ميديا والمشاهير يمكن اكثر من جهد لا مو صحيح مو صحيح انا انت ممكن تاخذ المنظور انه لو انا اسوي مثلا اعلان كبير لكن انا مم بالمقابل ممكن ادق عليك عبد اللطيف ابيك تتكلم عن شغله معينه وانت عندك مثلا نسبه مشاهدين كبيره واوصل رساله عن طريقك بدردشه بسيطه عن طريق ابلكيشن سناب شات انستغرام امور كثيره قبل في السابق الجرايد والصحف الصحف نفسها والتلفزيون كان يحكم او محتكر فئه معينه يمكن انا ما استهدفها يمكن المنتج اللي انا ابيه ما ابي شخص اللي يقرا الجريده اكيد ونفس الشيء اللي بالشوارع يمكن صعب انشرها بشكل كبير لان المبلغ المادي كبير شلون اصيد مثلا يقول مثلا اللي على الاشاره يكون كان قبل بالسابق هي الغاليه لانه يكون واقف بالاشاره فيشوفها غير عن اللي بالخط السريع فكانت امور كثيره الاشاره ينزل راسه يطقطق بتليفونه يعني. إيه اي الحين بالتليفون وتطلع لك اعلانات وانت قاعد تطالع التليفون بالضبط <تصح> هذه الاعلانات وهذا اللي بالتليفون سهل ان الواحد يوصل له وفئة الشباب كبيرة، وأوصل حق فئة كبيرة أكثر من كنت أوصلها في السابق، وأقدر حتى بالطريقة الحديثة الحين أن أستهدف فئات معينة عن طريق مثلا الآد اللي أسويه مثلا بالانستغرام، تويتر، أمور كثيرة أقدر أنا أحط الفئة العمرية ذكر ولا بنت ولا صغير كبير أقدر أطلع أمور كثيرة فيه أكيد يعني أنا من شوي يمكن مو عن أصحاب يمكن السوشيال ميديا والمشاهير أو أشخاص معينة أو فئة معينة عندنا في المجتمع، آه القصد بأنهم ممكن جهدهم أكثر، اليوم يمكن يطلبون مبالغ أكثر من قبل لما نروح حق الجريدة أو المجلة ونحط فيها أو إعلان في التلفزيون يكلف ليش؟ أن الحين عندهم مصورين راح يدفعون حق مصورين عندهم ستاف كامل كل شخص مشهور قاعد يشتغل معاه، فأعتقد ممكن المبلغ يكون آه شوي خيالي بالنسبة لنا ولكن لو تشوف كيفية توزيع المبالغ عند البعض مو الجميع يعني نتكلم ممكن يسوى هذا المبلغ لأن بالنهاية أنا راح أستفيد من خلال هذا المبلغ اللي أنا راح أدفعه سواء كان 16 12 مبالغ يعني كلنا عارفينها موجودة عند أصحاب المشاهير وأحيانا أيضا بعضهم ممكن يعني يسوقوا لك لبعض الأشياء ولكن ما ياخذون مقابل هذه يمكن قصة آه نختلف فيها كلنا وكل واحد رأيه في هذا الموضوع ولكن نبي نعرف أكثر عن موضوع التسعير المشاهير اليوم أنا شلون أروح نفرض حق زميلي أحمد أعرف إن أنا ادفع له هذا المبلغ على اي اساس اعطيه 10,000 او 5,000 او مبلغ كبير بحيث انه يسوي لي دعايه. منو اللي قرر الاسعار؟ حلو، هذه المشكلة انه حاليا ما في ممكن نقول حكم واضح على هج... اللي انت تطرقت عليه المشكلة وين صايرة؟ انه ممكن يعني انا اذا اشتريت اي منتج في العالم، سواء كان غذائي، هدوم، ايا كان الشغلة اللي انا بشتريها، لازم صح. اعرف عن طريق الاشياء اللي يحطونها، شلون انت صنعتها، شلون انت صح. سويتها، ايش كثر انت دفعت؟ مقابل تعطيني هالشغله وشنو الجوده مالتها اليوم في بعض المشاهير لما تتكلم معاه ما يرضى مثلا يقول لك عدد المتابعين ما يرضى يتحكم بالمحتوى حقه ولا يرضى مثلا يتدخل بالتفاصيل مع انه ما انت بيقاطعك طبعا ما بيقاطعك انا بس هذه الجزئيه يعني انه ما يبي يوري المتابعين زين انا شلون ادفع له؟ يعني انا كشركه الحين اي وهني هذه مشكله كبيره هني ما أنا ندش بموضوع الشرعيه وامور كثيره وندش جدال يعني يعني كبير ولكن انه ممكن يكون تحت بيع الجهاله بيع الجهاله ان انا اشتري شيء ما ادري شنو هو وهذا ممكن من ناحيه شرعيه ممكن يكون في خلاف كبير حلو لكن انا اليوم احتاج اعرف انت مقابل هالمبلغ هذا شنو قاعد توفر لي ليش انت سعرك بهالمبلغ واحمد بهالمبلغ أنا أتوقع يمكن على عدد يمكن قاعد نشوف عدد الفيو على عدد المشاهدة على عدد اللايكات الأمور هذه التفاصيل يمكن على حسبها يمكن يحطون أسعار أنا ما أدري مجرد يعني ممكن أنت يكون عندك عدد متابعين 100 ألف وهو 100 ألف لكن أنت تأخذ 2000 دينار وهو ياخذ 200 دينار صح يمكن أقل من لا ممكن هو هذا شيء راجع لك أنت تشوف نفسك هذا مبلغك هذا شيء يخصك أنت ما تقدر تقول له ليش هو حر بنفسه تبي تأخذ الدعاية عنده توكل على الله لكن انا يعني يمكن من من هالبرنامج ممكن ادعو الناس انه يمكن شويه يهتمون في شركات معينه مختصه تقدر توفر له تناقشهم احسن من يمكن لو انا اي يمكن واحد يسمع الاسم يشوف الشكل اللبس يحكم ان انت وضعك المادي زين فممكن يرفع السعر لكن في شركات مثل اوميديا شركه غاليه ممكن تتحكم بالسعر تعطيني الهدف اللي انا ابيه بسعر معقول وأنا ادعو الناس انه بالعكس يروحون لهم احسن من لا يتواصلون بشكل مباشر يعني وهذه الشركات يعني صارت اليوم مختصه بعمليه خلينا نقول الوساطه طبعاً. بين المشاريع او الشركات والمشاهير اللي خلينا نقول الدعايه والاعلان لكن اليوم المجتمع الكويتي والشركات توجهها الى عالم السوشيال ميديا هل تشوفها مبالغ فيه ام منطقي جدا والقادم راح يكون متطور بشكل اكثر عشان نسكر هذا هذا هذه الجزئيه في وعي المجتمع نقول توجههم شوف الشركات كان عندها صعوبة أن توصل الرسالة حق فئة كبيرة اليوم السوشيال ميديا والمشاهير والمؤثرين بالتواصل الاجتماعي سهل لهم الموضوع هذا المبالغ يمكن على الشركات الكبيرة أو الشركات الصغيرة يسوى الانتشار اللي قاعد يوصل اليوم م. أنت تدري أن يعني تسوي يعني إعلان كبير وضخم صح. وتدفع له شيء بسيط بالإنتاج بس تدفع بالسوشيال ميديا ينتشر الخبر الاعلان وكل شيء بدون تلفزيون بدون اي امور عن طريق كم واحد مشهور عن طريق برودكاست ممكن يكون يعني مو شرط حتى يكون احد المشاهير ممكن اداه بالسوشيال ميديا تستخدمها تنشر, تنشر الاعلان صح. هذا فالسهوله اللي صارت بالنسبه لهم مثل ما قلنا المرونه والعدد اللي قاعد يوصلون له هذا قام يسهل لهم امور كثيره ويوصل رسائلهم بشكل احسن من يمكن لما لما تقراه قام يستخدمون الاسلوب الحديث الفيديو الصور الامور هذه اللي تجذب صحيح. انتباه الشخص المتلقي اكيد يمكن وليد من شوي ذكرت انت موضوع جدا جميل من ناحيه اليوم احنا قاعد يعني نواكب مجتمعنا ودخول السوشيال ميديا علينا، قبل صحيح. في يمكن كثير مهتمين في الجريده ولغايه اليوم الكل يقرا الجريده وحتى لو ما كانت عنده صح يعني تكون ورقيه تكون عنده في الايباد او بالتليفون الصحيفه ويقرا صحيح. منها صحيح. الاخبار اول باول، ولكن احنا حتى اللي مو مقتنع في السوشيال ميديا والاشخاص وعنده شركه مضطر انه يتعامل مع بعض مشاهير السوشيال ميديا بحيث لأن هذه الطريقه اللي انا اقدر اسوق فيها صحيح. وهذه صحيح. متواجدة عند الكل والجميع حتى لو أنا كنت عندي اختلاف معاهم في نوعا ما في الموضوع يمكن يكون مبالغهم شوي غالية علي ولكن أحيانا قاعد نشوف أنا ورحت لبعض الشركات وقعد من دون ما أنا أذكر أساميهم طريقة التعامل يمكن زميلي أحمد ذكر هذا الموضوع وأنا ذكرته اللي هو عن أسعار المبالغ إذا أنا ما عرفت عدد الفيو هو أكيد اليوم يجي لما المشهور أو الشركة اللي بتعطيني مشهور بنسق معاه تحط لي نسبة أن أنت دفعت هذا المبلغ وين راح يروح من نقطة من A تو زد بالضبط أنا ليش دافع هذا المبلغ م. ألف ولا ألفين أو ثلاثة آلاف بالضبط ومثل ما قلت يمكن يكون في شخص مختص في هذا الموضوع أكثر عن الأسعار والمواضيع هذه ولكن شفنا بالفترة الأخيرة عندنا مشاهير السوشيال ميديا دخولها كان عدادهم قليلة ينعدون يعني على صابع يمكن بدايتهم آسيا وأحمد في برنامج كان موجود وبعدهم عطوا انطلاقه لكثير من المشاهير يكونوا موجودين، صح. بعدها شفنا دخول الفنانين والفنانات و صح. في هذا العالم، صح سبب دخولهم يعني برايك؟ صار انه سهل، شوف الميزه بالمشاهير بالتواصل الاجتماعي انه صاروا اقرب للناس، شلون؟ قبل المشهور اللي تشوفه سواء كان مطرب، ممثل، لاعب، تشوفه في حكم الشغله مجانب. اللي هو يعني موهوب فيها. صح لكن ما تقدر تعرف حياته الشخصيه. وين يروح وين مم. يقعد شلون ياكل عرفت صحيح اما مشاهير بالتواصل الاجتماعي لا يصور لك هو قاعد ياكل مع اهله مع ربعه سفرته روتين 24 ساعه تشوفه يعني تحس شنو يكون بينك وبينه شيء عشره علاقه صح فهذا يخليك انت تتقرب منه اكثر مم. هذا الشيء قام يخلي الناس تنجذب حق هذول الاشخاص اكثر من المشاهير التقليديين خلينا نسميهم ف هذا هم شخص موهوب وعنده الكاريزما وعنده الادوات اللي تخليه انه يكون ناجح في هذا المجال فقاموا يدشون فيها عشان يحافظون ركز انه يحافظون على القاعده الجماهيريه اللي عندهم <applause> لان فعلا كان مستقبلا ممكن تغل ممكن باكر تلاقي يعني صار وايد من مشاهير التواصل الاجتماعي يتصلون عليهم واحد مثلا خلينا نقول كوميديان ولا دمه خفيف تعال مثل هو مو ممثل, ممثل فممكن حتى كان قاعد يشوف على مجاله بالضبط صار في رساله منهم انه لا إحنا هم ناجحين في هالمكان وناجحين في المكان صحيح. هذا شيء حلو ترى شيء إذا يملك الموهبة ويملك صحيح. الشخصية والكاركتر أكيد يقدر يستمر صحيح يمكن إحنا مستمرين معك وليد والفقرة الثانية راح تكون يعني راح لقرتهم نوضح الأمور بشكل صريح جدا لكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا وراجعين صباح صباح الخير رجعنا اكيد مكملين حوارنا مع ضيفنا وليد الصقعبي ناشط في السوشيال ميديا يمكن تكلمنا عن السوشيال ميديا والمشاهير وهذا محورنا اكيد ولكن نبي ننتقل لنقطه ثانيه اللي هي تركيبه المشاهير والمسميات الصحيحه لهم اليوم. آه حلو آه في عندنا مشكله حاليا ان ساعات احنا شويه نتاخر باستيعاب المسميات الصحيحه وسبق سوينا اشياء كثيره يعني ما بنتطرق فيها بس يعني اليوم صار عندنا مشكله كبيره ان اي شخص نشوف عنده متابعين وايد قلنا عندنا مشهور مم. اي بنت شفنا عندها متابعين وايد قلنا فشن فشن على طول فمو صحيح ثانك يو يعني في ناس اي في ناس ترى اشتهرت عن طريق يعني كافيكم شر جريمه صح. هل هذا نسميه ناشط طبعا ولا هذا نسميه مؤثر طبعا ولا هذا نسميه فاشينيستا هذا شخص سوى مشكله المشكله شرته ولكن هو مو مشهور بالطريقه اللي المفروض الناس قاعد تفهمها <applause> فكون تخوف عند هذول المشاهير فتلاقي في شخص عنده يعني لا شخص عادي وما شنو زين شنو, شنو, شهرتك ماكو شيء زين في سبب عرفت صح. واكثرهم ترى البنات البنات مساكين يعني حكم العادات والتقاليد قاموا يتخوفون م. صار يعني كلمه يعني قالتها لخت نهى نبيل في السابق انه صار كلمه فاشينيستا يعني تخوف في البنت يعني البنت قامت تنحاش أكيد. منها م. وحتى الشخص يعني صاروا حتى الشباب يقول له انت فاشينيستا ما يصير يعني خلينا نفهم شنو الفاشينيستا نوجه تحيه أه لنهى نبيل اكيد اكيد طبعا الفاشنيستا هي البنت المهتمه في الموضه الاشياء الجديده من ناحيه اللبس المكياج هني نسميها فاشنيستا حلو وفي الرياضي طبعا وفي امور كثيره وفي الناشط اللي يصير مؤثر عن طريق التواصل الاجتماعي انا اليوم متحدث اوصل رساله كلام جميل حق الناس بصوره حلوه مو فاشنيستا اي ممكن ناشط او مؤثر أكيد مؤثر حلو يعني رحمه الله عليه عبد الرحمن الصميط لو كان موجود حاليا واستخدم السوشيال ميديا شو يسميه؟ سمي؟ يسميه ناشط ناشط نعم. او مؤثر مؤثر, مؤثر بالتواصل الاجتماعي فلازم شويه المفهوم يكون واضح عند الناس وفي ناس مشهوره مثل ما انت قلت ممثل هذا صح. ما يصير يسميه ناشط هو صح. عنده مهنه هو ممثل. ممثل. لاعب كره قدم ما يصير يعني أكيد. يعني ذاك اليوم في احد اللاعبين واحد كاتب له انت صرت فاشينيستا ما يصير ميصر. يعني عشان عنده صار وايد هو لاعب ومعروف والناس تحبه فهذه مسميات لازم نفهم يعني بضيف شغله على كلامك يعني زميل احمد اسمح لي آه إن شنو البعض يمكن مثل ما قلت ينتشر او يصير مشهور في موقف سيء او صح. مثل ما قلت ممكن يكون عبر جريمه بشكل عام اذا هو نسوي فيديو مسوي حتى لو مو سوى دوى يمكن موقف صار احد صوره وانتشر له هذا الفيديو لا تستمر على نفس المنوال صح. السيء اللي انت فيه، صح. استغل المتابعين، استغل يعني شهرتك اللي انت انتشرت فيها بشكل ايجابي، صح. حتى لو انت كنت سيء، بين لهم الجانب الثاني اللي صح. انت موجود في حياتك انك تكون عندك متابعين تأثر فيهم بطريقه صحيحه. يعني صح. بس خلينا نكون صريحين، يعني اليوم كثير من الاشخاص بدا استخدام السوشيال ميديا بطريقه ما حد يرضى فيها، مثل ما قلت جريمه فعل فاضح ممكن عمل ما قالها ممكن, ممكن صح او كلمه قالها وخذ رقم من الفولورز 20 40 50 الف دينار بعدين يقول لك انا مؤثر في التواصل الاجتماعي لا انت لا لا انت مؤثر النار. ولا صوب تاثير نهائيا ولا صحيح. اثرت فبشكل بشكل سلبي صحيح لكن بنتكلم عن التوجهات اليوم بالسوشيال ميديا تلقى كل واحد يطلع بالسوشيال ميديا خاصه اذا كان جديد ويبين يعني خلينا نقول ينطلق في هذا المجال يبدأ يعلن عن توجهه كنا لقاء تعارف بينه وبين الفولورز وبعدها صح. نشوف في توجهات تتغير فرايك بهذا الموضوع وهل هذه ظاهره طبيعيه ام الموضوع يصير فيه تكسبات؟ تفضل. دام فضلك، طبعا في شغله مهمه ان في ناس يعني اشتهرت عن طريق الصدفه وفي ناس عن طريق دراسه. حلو. يعني انا ممكن اليوم اقوم من النوم اقرر اني خلاص أشتهر وبستخدم السوشيال ميديا نفس الباقي الناس وهذا شيء يعني حق مشروع جدا سهل انك تكون فاخطط واسوي طريقه ويبرب يصوروني هذا شيء صار مع وايد ناس صح. وفي ناس مثل ما قال ممكن كلمه فيديو انتشر كوميدي شعر قاله مقوله قالها خلت أكي. يشتهر ساعات لما تشتهر بالصدفه او حتى في عن طريق الدراسه الحين نتطرق على الجانبين بالصدفه تشتهر وبعدين مثل ما قلت يمكن كل كلمه والناس ضحكت واستانست وانجذبت لك بعدين ورا فتره خلاص يمكن طلع واحد غيرك صح. ملوا من الكلمه شو يصير فيك انت يحوشك أني هوس الشهره أكي. ما تبي تحس انه قلب فتحاول تغير تسوي امور كثيره بس عشان تجذبهم مره ثانيه وفي بالمقابل ناس تقوم اليوم من النوم تقول خلاص انا قررت استخدم والله شكلي كلامي اسلوبي فني ايا كان <applause> كل لي كاركتر خاص فيك. المشكله اللي صايره ساعات بعض الناس تصنع <applause> انا ممكن اليوم اقول يعني وصار في احد الخوات إنها قالت ان انا راح امثل البنات الكويتيه الكويتيات سوري بطريقه معينه وامثل عادات التقاليد واكون الشكل اللي كل واحد يتمنى يكون فيه البنت الكويتيه <applause> بعدين هذا خوش حكي ما, ما بالعكس إيه كلام جميل والناس استانست <applause> على ورا فتره تغير الكلام صار <applause> يعني يمكن تلبس لبس انا يمكن ما ارضى زوجتي ولا اختي ولا تلبس نفس هذا اللبس ففي اختلاف صار في النقطه اللي هي ذكرتها بالأساس الاساس هني شنو مشكلة ممكن في البدايه هي كانت قاعده تصنع بس مو س... الناس تفهمك بالصوره هذه وعشان آه لا يقصون المقطع وتطلع الصوره مو واضحه يعني الموضوع توجه تغير بس باللبس ولا بطريقه الكلام بال الكلام بالشخصيه بالبيئة بشكل عام يعني البزلات. وضح الجزئيه عشان اوضح لك هيها. ممكن يعني نفس المثال اللي ذكرته مم. في البدايه قالت العادات والتقاليد مم. عادات تقاليد واضحه اللي تعلمناها من اجدادنا والناس اللي قبلنا وربونا عليها ونفس ما اهلكم ربوكم عدل؟ صحيح أهل. لكن بعدين لا نفس نفس الشخص قام يطلع ويتكلم شو يقول؟ لا انه خلكم اوبن مايندد تفتحوا تنوروا ليش انتم مسكرين؟ انتم متخلفين انتم نوع الانفتاح فتغير الموضوع الانفتاح مثل ما قلت لك ممكن اللبس مخالف لعاداتنا وتقاليدنا الكلام ال 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 الناس اللي تقعد معاهم هذا كله شيء يمكن احنا حسينا فيه ان عدم مصداقيه صح. ونفس الناس ممكن أنا اليوم اشتهر في مقطع مهم. كوميدي اكيد لكن انا فعليا يمكن ما احب أن اكون مشهور عن طريق هذا الشيء يمكن عن طريق الرياضه طبعا فتلاقيه ورا فتره تحس بكبت ان تبي تروح حق المجال اللي, اللي تشوف نفسك فيه فتح فيحول فجاه ومثل ما يقولون يعني بالعاميه يصدم الكل ويروح شنو حق الرياضه مهم. مهم. فالناس يعني ايش فيك انت قبل سنه ما كان يمكن صاب الرياضه لكن ممكن يكون هذا ترى شخصيته يمكن انت ما تقبلها لكن هذه شخصيته ف... ويمكن يمكن بعد يعني وليد بضيف على هذا الموضوع يمكن هو اساسا تغير مبدأه، فكره تغير ولكن ده انا مبدئي تغير وفكري ولكن في مجتمع يمكن يرفض المبدأ اللي انا مم. تغير بحياتي او الفكر يمكن يرفض المجتمع هذا الشيء ما ارفضه عليهم ولا ابين لهم استخدمه بيني وبين نفسي وبين اهلي ومجتمعي اللي خلينا نقول يعني ربعي الدائره اللي انا بيني وبينهم ولكن ما ابين المجتمع كامل بعدد كبير ونسبه كبيره يمكن ما يعني يتقبلون هذا الشيء. آه ما ابي اقول يمكن يكون منافق في البعض يمكن يكون منافقين مثل ما قلت آه يتصنعون في الشخصيات ولكن لابد من وجود الاختلاف في هذا الموضوع بس اقول لك شغله المشكله الوارده عندنا هنا في ناس يمكن استغرب ان لليوم يمكن ساعات يجهلونها ان احنا المجتمع الكويتي صغير صح. فمهما طبعًا. تسوي ترى الناس تعرف أكيد. تدري منو يعني لو تطلع بفيديو واحد م -م. تلاقي نص الكويت يقولون فلان توظف في هالمكان صح. وطلع من هالمكان م -م. وكان هذا رفيجه وشنو دراسته وما ما ينسون صح فهذا م -م. يعني ترى فأنت مثل ما تصنع ترى الناس تدري شنو يعني بعدينك و... وأنت من داخل شنو بالضبط صحيح يعني طبعًا. موضوع السوشيال ميديا موضوع كبير و يعني تكلمنا عن بعض التفاصيل والمحاور المهمة بهذا الموضوع لكن الناس يعني شافتك اليوم عبر الشاشه وليد اكيد تتساءل شنو المضمون اللي انت تقدمه في وسائل التواصل الاجتماعي او شنو يعني خلينا نقول يومياتك انت قاعد تبينها من خلال سناب شات على سبيل المثال. شوف هذا سؤال انا وايد انسالته حلو؟ انت شنو تقدم؟ انا ما اقدم شغله معينه يعني مم. تلاقي انه اليوم اتكلم ممكن عن رياضه ممكن عن تجربه نجاحك شخص موقف حلو. صار معاي في مكان عملي مم. مع اهلي اتكلم بالشيء اللي انا احس ان اليوم ودي اتكلم فيه يعني كله. عندك ثقافه عندك اشياء جميله تبي تنقلها خبرتك للمجتمع اللي موجود في السوشيال انا متابع ترى انا متابع وليد ونتكلم مواضيع ترى مهم بس هو متواضع شرفتك والله شرف خلاص على بعد الحلقه فوله على طول بالانستغرام حياك الله شرفتك كل الشكر لك وليد الصقعوي ناشط في السوشيال ميديا استمتعنا في هذا الحوار عن السوشيال ميديا اكيد ونتمنى استمتع في هذا الحوار أكيد موفق خير يا وليد ومنها لا يا إن شاء الله مشاهدين وصلنا لنهاية هذه الحلقة نلقاكم على خير في حلقة قادمة مع السلامة